بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 195. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا، وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي. قال: فدينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام كما عرفه الشيخ في موضع آخر هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دين الأنبياء، عبادة الله وترك عبادة ما سواه. وعبادة الله تكون بما شرعه لعباده في كل وقت بحسبه. فشرائع الأنبياء كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرائع الأنبياء تختلف من وقت إلى وقت آخر حسب ما يحتاجه الناس في وقتهم، ثم ينسخ الله ما يشاء سبحانه ويأتي بشرع آخر يناسب الجيل القادم، إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فختمت شريعته الشرائع ورسالته الرسالات، توحد الإسلام في اتباعه صلى الله عليه وسلم. شريعته عليه الصلاة والسلام هي الباقية وهي الوارثة، وانتهت الشرائع السابقين ببعثته صلى الله عليه وسلم، إلا في العقيدة والتوحيد فهي مستمرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني عقيدتهم واحدة. وأما الشرائع العملية فهي تختلف حسب مصالح العباد والأجيال، ولكنه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أمر الله العالم كله باتباعه، لأن كل نبي قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فكانت شريعته هي الباقية والصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة، فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة،
فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. نعم، فالإسلام هو العمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى في كل وقت بحسبه، هذا هو الإسلام. قد ينسخ الله شريعة بشريعة، قد ينسخ الله بعض الأحكام في الشريعة الواحدة حسب مصالح العباد، وطاعة الله هي بفعل الناسخ وترك المنسوخ، بفعل ما شرعه الله وترك ما نسخه الله سبحانه وتعالى. والنسخ من مصالح العباد، قد يكون النسخ إلى أخف، قد يكون إلى أغلظ، قد يكون إلى بدل، قد يكون إلى غير بدل حسب مصالح العباد، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال: فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. فأمر العقيدة لا يجوز التفرق فيه، العقيدة واحدة وهي عقيدة الأنبياء جميعا، كما قال تعالى في هذه الآية: شرع لكم من الدين، يعني من التوحيد والعقيدة، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالدين الذي هو التوحيد هذا لا ينسخ ولا يتغير، لأن الله خلق الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما النسخ في الشرائع العملية لا في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا هو الشاهد. فالمسلمون أمة واحدة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، وهم أخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، إخوة في الدين والعقيدة. نعم. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاجتماع على التوحيد وعلى العقيدة هو الذي أمر الله به، والاختلاف في العقيدة نهى الله سبحانه وتعالى عنه الأنبياء وأتباع الأنبياء. فالخلاف إنما يقع في الأمور العملية والاجتهادية، وأما العقيدة فليست مجالا للاجتهاد وإنما هي توقيفية، فلذلك لا يدخلها نسخ ولا تغيير ولا يجوز فيها الاختلاف. نعم. قال: فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون، وقد قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم، فأهل الشرك متفرقون في عباداتهم، لأنهم لما تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، وكل يعبد ما تهواه نفسه وما يزينه له الشيطان، فتفرقوا. أما المسلمون فهم ولله الحمد أمة واحدة على عقيدة واحدة، لا يختلفون ولا يتنازعون، وإن تنازعوا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهم يرجعون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويتفقون ويحسمون الخلاف، بخلاف أهل الشرك وأهل الضلال فإنهم لا يتفقون، بل كل حزب بما لديهم فرحون. وفي قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فأهل الرحمة لا يختلفون، ولذلك قالوا: والاجتماع رحمة والفرقة عذاب.
فالذين يقولون إن يرون حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف أمة رحمة، هذا لا أصل له من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاف ليس، الخلاف في العقيدة ليس رحمة، وإنما هو شر. أما الاختلاف في الاجتهاد ومواطن الاستنباط فهذا يقع، لكنه يرجع فيه إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذين يقولون إن الاختلاف رحمة، هؤلاء غالطون ومخالفون لهذه الآية: إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فالذين رحمهم الله لم يختلفوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع. وأما قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، هذا دليل على أن التوحيد هو دين الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام، الفطرة هي دين الإسلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله، فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به، وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، بل قد يكونوا لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناه الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك، كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد، تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى. نعم، هذا شأن المشركين، أنهم لا يتفقون، لأن كل فرقة أو كل شخص منهم له هواية وله اتجاه غير اتجاه الآخر، ويكذب بعضهم بعضا، وربما يتقاتلون فيما بينهم، لأنهم لا تجمعهم عقيدة ولا تربطهم رابطة، كما كان في الجاهلية إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فجمع الله به الأمة. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا يجمع الناس إلا دين التوحيد ودين العقيدة الصحيحة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق الناس إلا اتباع الآراء والأقوال وأقوال الناس. نعم، صلى الله عليكم. قال: بخلاف أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، والله هو معبودهم، إياه يعبدون وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون، وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون. فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة، لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. ولذلك يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، يعلنون التوحيد وأن الله ليس له شريك، لا إله إلا، وأنهم جاءوا لعبادته وحده لا شريك له، لا يتفرقون في ذلك. فالذين يعبدون ربا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى يجتمعون وتجتمع قلوبهم، وإذا حصل بينهم اختلاف حسموه بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالاختلاف إن كان في العقيدة فهو لا يجوز ولا يسوغ أبدا، لأن العقيدة ليست محل اختلاف،
ولا اجتهاد، وإنما هي توقيفية. أما الاختلاف في الأحكام الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة فربما يحصل اختلاف في وجهات النظر، ولكن الميزان والمرجع هو الكتاب والسنة للجميع. نعم. صلى الله عليكم. قال: وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو من يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه. انظر إلى هذا، لما كان المسلمون يتجهون إلى بيت واحد ومكان واحد اتفقت كلمتهم وتآخوا فيما بينهم، نعم، وأعلنوا التوحيد لبيك لا شريك لك. وأما أهل الشرك وعبدة الأوثان والقبور والأضرحة فكل له وثن وكل له قبر وكل له مزار، فلذلك يتنازعون ويختلفون ولا يجتمعون أبدا. نعم. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور، ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. من الناس من يأتي إلى مكة وإلى المدينة ولا يتجه إلى المسجد الحرام ولا إلى المسجد النبوي، وإنما يسأل عن القبور وعن الأضرحة ويبحث عنها ويحرص عليها ويمضي ليله ونهاره وأمواله في طلبها وتتبعها، لأنه تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، فهو يبحث عما تعلق به قلبه. نعم. ومن شيوخهم من يحج فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ. نعم. ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة، ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول: يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي، أو يقول: اقضي عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك أو جوارك. هذا من العجائب ومن انتكاس الفطرة، أنه يسأل مخلوقا مثله أو أقل منه، مخلوقا عاجزا بل ميتا، هذا من انتكاس الفطرة، يعدل عن الحي الذي لا يموت الغني الكريم المجيء الذي يجيب من دعاه، ويعدل إلى مخلوق ميت يدعوه ويتضرع إليه. نعم. وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فمن المشركين من يذبح ولده تقربا إلى الأموات، ومنهم من يسيب إبله للأموات، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم. كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم، قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وقال تعالى: وجعلوا لله. هذه في أنواع من الإبل، البحيرة التي تشق إذنها علامة على أنها للميت، من بحيرة ولا سائبة وهي التي تسيب ولا يحمل عليها ولا يركب عليها، تترك للأموات، ولا وصيلة وهي الناقة التي أنتجت وإنتاجا خاصا وتواصل إنتاجها، هذه أيضا إذا أنتجت مرتين أو ثلاثا يسيبونها للأصنام. نعم. ولا حام وهو الجمل الذي إذا صدر منه حصل منه ضراب محدد عندهم للإبل فإنهم يسيبونه ويقولون حمى ظهره فلا يركبونه. نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. كذلك من الزروع يجعلون للأموات نصيبا من زروعهم ويجعلون لله نصيبا منها، هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم. فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالله لا يقبل الشرك، ولهذا قال: فما كان لله، نعم، فلا يصل إلى شركائهم، نعم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، الله لا يقبل الشرك. نعم. ومن السدنة من يضل جهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يذكرها لله. نعم. وكذلك السدنة وهم الحراس الذين على القبور يجمعون الأموال ويغررون بالناس ويزورونهم كما يزعمون ويقولون: أعطونا حوائجكم ونحن نبلغها للنبي، والنبي أو الميت نبي أو غير نبي أو الولي يبلغها لله، هكذا يضللون الناس والعياذ بالله، فيغتر بهم العوام والجهال. نعم.
ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام. نعم، يضعون الستور الثمينة على القبور ويضعون عليها السرج ويضعون عليها حلي الذهب والفضة، وكل هذا في خزينة الشياطين الإنس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويزينون لهم هذه الأمور، وإلا فالقبر لا ينتفع منها والميت لا ينتفع منها، وإنما هذه حيل وشباك ينصبها هؤلاء الكذبة الكفرة للناس ليأخذوا أموالهم. نعم. قال: هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. المسجد الخالي من القبر ليس له قيمة عند هؤلاء ولا يتجهون إليه، بل لا يتجهون إلى المسجد الحرام ولا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى مسجد الأقصى ولا إلى سائر المساجد الخالية من الأوثان ومن القبور، إنما يتجهون إلى المساجد والمشاهد المبنية على القبور. نعم. وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر، أعظم من صلاته في المساجد بيوت الله، ولهذا لا يتجهون إلى بيوت الله وإنما يتجهون إلى بيوت الشيطان وإلى المشاهد والأضرحة، لأن الشيطان زين لهم هذا ودعاة الضلال زينوا لهم هذا وكذبوا عليهم. نعم. فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي قال الله فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يسافرون إلى القبور ولا يسافرون إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، المساجد التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم السفر إليها للعبادة والصلاة فيها، لا يتجهون إليها وإنما يتجهون إلى المشاهد ومساجد الشرك عندهم. نعم. ومن أكابرهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة. قال: وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. بلا شك أن من زعم أن الكعبة قبلة العامة والعوام والجهال وأن القبر قبلة الأولياء والأتقياء والعلماء، لا شك أنه أشد كفرا من فرعون. نعم. قال رحمه الله: وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر. رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. آمين. وقد كتب وكتب وبين وجاهد في سبيل الله. نعم. وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع. نعم. وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. ويكفيك في هذا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية كافية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى في أن الدين هو هذا لا دين غيره أبدا. نعم. قال: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام. نعم. فسروا التوحيد بتفسيرات، فأهل الإيمان وأهل العلم فسرون التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأهل الشرك يفسرون التوحيد بأنه عبادة الأضرحة والقبور والمشاهد، فيعتبرون هذا هو التوحيد وينكرون على من يأمر بعبادة الله وحده وينكر عبادة غيره، ينكرون عليه. وأهل وحدة الوجود يقولون التوحيد أن تعتقد أن هذا الكون كله هو الله لا انقسام فيه، فمن قسمه إلى مخلوق وخالق فهذا مشرك. المعتزلة والجهمية يقولون التوحيد هو نفي الصفات، فمن أثبت لله الأسماء والصفات فهذا مشرك، ومن نفاها فهذا موحد، وهذه تفسيراتهم للتوحيد. نعم. قال: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته. نعم. فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا.
وهذا وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. نعم. وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذات. ولذلك يسمون عقائدهم التوحيد. يعني نفي الصفات الأسماء والصفات يسمون هذا هو التوحيد. نعم. وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. نعم. وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه، كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع، كالعقيدة الحموية والتدمرية فإنه بيّن فيها وغيرها من كتبه رحمه الله، بيّن فيها ضلال الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا التوحيد هو نفي الأسماء والصفات، وأن الشرك هو إثبات الأسماء والصفات. حتى قال قائل من أئمتهم ابن خزيمة صنف كتابا سماه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك. لماذا عنده؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات، وذكر هذا في تفسيره مع الأسف. نعم. وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء، وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. نعم. ومنهم من يثبت توحيد الربوبية فقط، ويقول من أثبت توحيد الربوبية فقد أثبت التوحيد الخالص لله عز وجل، وهو أن يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر الذي بيده الأمر، وهذا لا يغني شيئا دون توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأن هذا الشيء أقر به المشركون وسموا مشركين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يثبتوا التوحيد الذي طلبه الله من خلقه وأمرهم به، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فهم يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط. وهذه عقيدة النظار وعلماء المنطق وعلماء الكلام، هذه عقيدتهم. نعم. قالوا من أهل الكلام من بل من الجهال والكتاب العصريين من ينكر تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ويقول هو شيء واحد، يقصد توحيد الربوبية فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد ثم أفاض في ذلك، وهذا ندعه إن شاء الله لحلقتنا القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.